السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي أهلا بيكم، أنا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان الأنصاري. هنتعلم مع بعض كل مشاريع الكروشيه خطوة بخطوة وبالتفصيل. كمان لو كان في وحدات معانا هنشبكها مع بعض فساتين كروشيه، كل أنواع الكروشيه هتقدري تتعلميها معايا. وكل حد عايز يتعلم أي حاجة اكتب لي في التعليقات واحنا إن شاء الله هننزلها له. يلا بينا مع بعض نكمل فيديو النهاردة، والوحدة النهاردة سهلة جدا وبسيطة، هنستمتع مع بعض بفيديو النهاردة. يلا بينا نبدأ نكمل الفيديو بتاعنا. أنا كده خلصت السطر بتاعي، وزي ما انتوا شايفين اهو وريته لكم. قبل ما أبدأ السطر الجديد هعمل زي كل مرة البداية 3 سلاسل، 1 2 3، باخد الخيط وبشتغل العمود الاولاني. في حاجه مهمه عايزه اقولها بس قبل ما اشتغل العمود، بصوا لو انا بشتغل العمود بالشكل ده من اول ما يطلع كده اروح عامله العمود، فده بيعمل الفراغ اللي انتوا شايفينه هنا، تمام؟ الحركه دي بتعمل الفراغ ده وبيفضل لغايه الاخر في الفراغ كده. بس لو انا عملت بالشكل ده قدامكم كده هوريكم العمود، برفع الخيط شويه، تمام كده، مش طول، مش نفس الطول بس شويه قريب منه، وبعدين بعمل بالشكل ده. شايفين اتعدلت ازاي؟ بقوا جنب بعض مفيش فراغ، واخدين بالنا؟ دي حاجه برضو مهمه كنت عايزه افهمها لكم، خصوصا في اول الشغل، تمام. ساعات طبعا بنسى، بعمل 2 زياده ناحيه الخيط، ناحيه السلاسل سوري اللي هي دي السبعه، تمام. وبعدين بطلع 1 2 3 4 5 6، وباخد الخيط وبدخل على غرز الحشو. اي غرزة حشو الاولانية دي بسيبها وبدخل في التانية وبعمل غرزة حشو. 1 2 3 4 5، وبسيب برضو الاخرانية ما اعملهاش. وبعدين 1 2 3 4 5 6، وباخد الخيط وبدخل في اول السلاسل هنا وبعمل 2 عمود، وبدخل في اول عمود وبعمل عمود، تمام. وبعمل سوري فك الخيط كده، عملت اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، وفي 2 عمود زيادة بزودهم كل مرة، بشتغلهم بالشكل ده 2 عمود زيادة، تمام. 1 2 3 4 5، قبل ما ابدأ الناحية التانية اهي، تمام. ادي شكل الغرزة. بعدين باجي اعمل 2 زيادة في الناحية التانية في نفس المكان اللي هو الركن. بعدين بشتغل 4 عمود، تمام، زي ما اتعودنا كل مرة في ندخل من الركن كده نشتغل 4 دول. وبعدين باجي على غرزة العنكبوت هنا وعلى السلاسل بعمل 2 عمود في السلاسل بالشكل ده. وبعدين عدد السلاسل اللي فوق دول 1 2 3 4 5 6، وباجي هنا على غرزة العنكبوت و7 غرز، وباجي على أول غرزة بسيبها وبدخل في التانية وأعمل غرزة حشو. 2 غرزة حشو، 3 4 5، وبعدين 1 2 3 4 5 6، وباجي هنا بعمل في غرزة اللي في الضلع التاني هما 3 في النص كده، بعمل قبلهم 2 وبشتغل 3 هنا، 1 2 3، وبشتغل 2 تاني في السلاسل اللي جنبها الناحية التانية، وبطلع 1 2 3 4 5 6،
بشوف الغرزة اللي انا عملتها قبل ما اسيبها اهي الركن بتاعي، باجي هنا وغرزة العنكبوت برضو بسيب غرزة بعمل في التانية. 2 3 4 5 وبسيب الأخرانية ديت ما اعملهاش. 1 2 3 4 5 6 وبشتغل الاتنين عمود قبل الغرزة بتاعتي اللي هي في الركن، ال4 عواميد دول 2 عمود، وبشتغل فوق كل عمود عمود من الأربعة دول، يبقى المجموع بتاعي 6 بالشكل ده. بعدين بزود 2 في الركن هنا، 1 2 تمام. هكمل انا الجزء اللي فاضل وانا بوريكو الركن بتاعي اللي عملته ده، الضلع اللي بمشي بيه على كل الاضلاع بنفس الترتيب ده، ودي غرزة العنكبوت اللي بعملها في الناحيتين اهي، بقفلها معاكو دلوقتي، وبعمل التناقص هنا وزيادة في عدد الغرز الايه العمويد، يعني بزود العمويد وبنقص في غرز الحشو عشان اقفل غرزة العنكبوت تمام. ادي كده هكمل انا بقية الغرزة وهرجع لكم تاني. وصلت هنا لاخر السطر وهعمل المنزلقة معانا. وهاجي هنا قبل ما اعمل المنزلقة باكي في 2 عمود ناقصين، فبعملهم في السلاسل من الناحية ديت، 1 2 باخد في السلسلة التالتة بالشكل ده، بس يقربوا كده من الايه الشغل بتاعي، 1 2 3 الغرزة الجديدة، فبطلع اعمل عمود وبرضو تاني اخلي العمود عشان مبقاش فيه فراغ اطول الخيط شوية تمام اهي، وعمود تاني وهي العواميد بشتغل عليها كلها، العمود عمود. باجي هنا بزود على العواميد 2 عمود في السلاسل وبطلع، والدور ده 1 2 3 4 5 وباجي هنا وبسيب برضو غرزة حشو اهي الاولانية دي، وبدخل في التانية واعمل غرزة حشو 2 3 تمام. بطلع 1 2 3 4 5 وباجي على الخيط هنا قبل العواميد بعمل على السلاسل 2 عمود، واجي فوق العواميد هنا وبشتغل فوق كل عمود عمود. وعلشان ما اطولش هكمل انا بره الكادر. ادي انا عملت لغاية لما وصلت العواميد خلصتهم دول، وبعدين في سلاسل هنا في الركن بعمل 2 زيادة، وبعدين 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 وبلف الشغل بالشكل ده علشان ادخل على الضلع التاني. بكمل على الضلع التاني وبعمل 2 العمود الزيادة في البداية هنا في نفس الركن طبعا زي ما احنا متعودين في المرات السابقة، وبشتغل على فوق كل عمود عمود بالشكل ده لغاية لما اوصل للجزء دوت، وهرجع لكم تاني تمام. وصلت لاخر عمود اجي في السلاسل هنا وبعمل 2 عمود زيادة، وبعدين 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 وباجي هنا على الحشو بسيب واحدة وادخل في التانية واعمل غرزة حشو، و2 غرزة حشو، 3 غرزة حشو، والغرزة الأخرانية بسيبها وبطلع برضو بالخيط 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 وببدأ أعمل هنا قبل الغرز هنا 2 عمود بلفة قبل العمود دي،
وبعدين بدخل على كل عمود، بدخل عليه بعمل عمود تمام علشان ازود العمويد اتنين قبليهم، بعمل العمويد الأساسية بالشكل ده كل عمود عمود تمام، كل عمود عمود امشي للآخر، وبعد ما اخلص آخر عمود بعمل العمودين الزيادة في السلاسل اللي من تحت تمام، وبرضو بطلع بخمسة وبشتغل غرزة العنكبوت الناحية التانية. وده شكل السطر، هيبقى شكله بالشكل ده، ادي الناحية دي، اهي دي البداية اللي انا عملتها، وده كده الركن بتاعي. هعمل غرزة العنكبوت هنا كمان زي هنا، وهكمل في كل ركن زي الركن دوت لما عملت فيه. وزي ما انتوا شايفين الغرزة بتقفل معاكي وبتبقى خلاص كده، فاضل لنا خطوة خطوتين او خطوة واحدة وبنقفلها خالص تمام. هكمل انا السطر زي ما انتوا شايفين، وهرجع لكم تاني ان شاء الله تشوفوا النتيجة بتاعتي. انا كده وصلت لاخر السطر وعملت المنزلقة بتاعتي في الغرزة هنا تمام. بنبدأ برضو نعمل نفس الخطوة اللي فاتت، عمويد واحد اتنين تلاتة، وبنشتغل على فوق كل عمود عمود بالشكل ده تمام، فوق كل عمود عمود فوق كل عمود عمود تمام. وما نخلص الجزء دوت وندخل على السلاسل بتاعت غرزة العنكبوت، بنعمل قبل ما نعمل السلاسل بنعمل اتنين زي كل مرة، بنزود اتنين في الجزء ده عمود، اتنين عمود وبعدين واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وبنيجي في التلات غرز حشو دول بنعمل في النص غرزة حشو واحدة بس، بنطلع واحد واسعد شوية أضيقها، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، باخد الخيط وبدخل في الجزء ده وبعمل عمود اتنين عمود، وبدخل في العمويد كده وبشتغل كل العمويد لغاية الآخر عشان ما اطولش الفيديو معاكم. ده الجزء اللي اشتغلناه اهو، الناحية دي وعملنا غرزة العنكبوت، والناحية دي كمان العمويد. زودنا هنا اتنين عمود زيادة زي كل مرة، بنطلع الصف بتاعنا بنزود في الركن هنا، وبعدين خمسة أربعة خمسة، وبنيجي على الضلع التاني وبنشتغل الاتنين عمود الزيادة بالشكل ده في الركن نفس الركن، وبعدين فوق كل عمود بنعمل عمود تمام، وبنمشي فوق العمويد بالشكل ده لغاية لما نوصل لغرزة العنكبوت اللي هي هنا. وهنشوف هنعمل ايه مع بعض، هنكمل العمويد دي. انا كده خلصت اهو، وبعدين جيت هنا عملت عمود عمود دي تمام، وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبعدين جيت هنا في النص عملت غرزة حشو واحدة، وبعدين خمسة خمسة، وبعدين جيت هنا عملت اتنين عمود قبل ايه صف العمويد دول بالشكل ده تمام، ودخلت فوق كل عمود بعمل ايه عمود بالشكل ده، وبخلص العمويد وبدخل في الركن التاني من الغرزة تمام. اهي هدي غرزتنا بعد ما خلصنا الركن دوت اهو، الركن عملناه ودخلنا على الغرزة التانية، وبنفس اللي عملناه بالشكل ده عملنا عواميد هنا، هنكمل عواميد واتنين اتنين عمود، وبعد غرزة حشو وسلاسل خمسة، غرزة حشو خمس سلاسل واتنين عمود، وهكذا تمام. اللي عملناه هنا بنكرره هنا تاني تمام.
بنكمل بالشكل ده وبنفس الخطوة ديت بنكمل كل الأركان، وبرجع لكم بعد ما اخلص السطر كله علشان ما اطولش عليكم. كده خلصت الاربع جهات وعملت كل الايه الجهات بتاعتي، خلصتها. هقفل بمنطلقة بالشكل ده هنا في الغرزة التالتة. تمام، قبل ما نقفل الجزء ده من الخيط لازم ايه يتقفل شوية كده عشان ميبقاش واسع، وبنقفل بالشكل ده. بنطلع واحد اتنين تلاتة، بشتغل على كل غرزة من الغرز دي غرزة ايه عمود بلف. تمام، كل عمود فيه غرزة عمود، نرفعه شوية بس علشان يبقى مساوي لإيه للغرزة بتاعتي اللي هي الأولانية، عشان مبقاش فيه فراغ كبير. بعمل فوق كل عمود عمود، هنا بنمشي بالتساوي بالشكل ده فوق كل عمود عمود. تمام، الاتنين بنلف السلاسل بنبدأ بيهم بالشكل ده اهي، وبنيجي كمان نعمل في السلاسل دي اتنين تاني زيادة. تمام، اجي الناحية التانية وزي ما انا بعمل اتنين تاني زيادة، واحد اتنين، وبقفلهم بالشكل ده. يبقى كده انا قفلت غرزة العنكبوت بالشكل ده. باجي اشتغل كل غرزة عمود غرزة عمود لغاية اخر ايه اخر السطر هنا. تمام، همشي بالشكل ده كل عمود عمود. تمام، لما اخلص العواميد واوصل للركن هرجع لكم تاني. تمام، وادي الشكل بتاعي لما اتقفل غرزة العنكبوت. تمام، وصلت للركن هنا بعد ما خلصت الايه العواميد بتاعتي. بعدين زودت هنا في السلاسل اتنين عمود تاني بالشكل ده، وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، في الركن التاني عملت فيه اتنين عمود. تمام، نقل للجزء ده من المفرش. وهبدأ فيه أعمل العواميد بتاعتي فوق كل عمود عمود لغاية الآخر. تمام، ببدأ بالشكل ده فوق كل عمود عمود كل عمود عمود بالطريقة دي لغاية لما أوصل للجزء دوت من السلسلة غرزة العنكبوت، وهحكي لكم تاني. جيت وصلت للآخر هنا بعد ما عملت الغرز بتاعت العواميد، وهنا في السلاسل بتاعت غرزة العنكبوت زودت اتنين عمود، واحد اتنين بالشكل ده. جيت الناحية التانية برضو زودت اتنين عمود في السلاسل دي، ودخلت على العواميد قصادي وعملت فوق كل عمود عمود، مشيت عليه بالترتيب كده فوق كل عمود عمود. كل بساطة وسلاسة معاكي فوق كل عمود عمود. تمام، اهي الغرزة بتاعتي. باجي امشي على كل الغرز بالشكل ده، بالطريقة دي بمشي كل الغرز قدامي على الناحية دي زي الناحية دي بالظبط، وفي الأركان زي ما انتوا شفتوا بعمل الغرزة بتاعتي. سهلة جدا وبسيطة، وبالخطوات تقدر تعمليها بكل بساطة وسهولة. الشكل جميل جدا، والغرز سهلة جدا. غرزة العمود بتقدري تعمليها، والسلاسل معاكي، والرسمة بتطلع معاكي بالشكل الجميل ده. هكمل أنا بقية السطر وهرجع لكم تاني عشان تشوفوا الشكل النهائي للسطر. انا كده خلصت السطر بتاعي وهبدأ في السطر الجديد. تمام، هنعمل مزرقة، اتأكد بس من الرقم، اعمل مزرقة في السلسلة التالتة، واحد اتنين تلاتة، وادخلها كده
بطلع واحد اتنين تلاتة أربعة، واخد الخيط وبسيب فرصة عمود وادخل في العمود التاني، تمام سلسلة، باخد الخيط عمود والعمود التاني سلسلة العمود التاني، وهكذا لغاية لما أوصل لنهاية السطر بتاعي والركن الجديد، أسيب الغرزة وأدخل في الغرزة التانية، تمام أسيب غرزة السلسلة أسيب غرزة وأدخل في الغرزة التانية سلسلة وأسيب عمود وأدخل في العمود التاني لغاية لما أوصل للآخر الركن دوت. هبدأ الركن دوت هشتغل فيه، بس لما ايه هقول لكم هنعمل ايه لما اخلص الايه العمود دي. وصلت هنا لاخر الركن بتاعي، وبعدين بعمل السلسلة وادخل هنا في اول في اخر عمود سوري في السطر، وبعدين باجي هنا بعمل اتنين عمود في السلاسل، تمام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وباجي بكمل السطر هنا بإن أعمل عمود في نفس المكان اتنين عمود، وبعمل كمان فوق دي أول عمود بعمل عمود، يبقى أنا كده عملت تلاتة في الركن وتلاتة الناحية التانية، تمام أهي. بعد كده هعمل سلسلة واسيب عمود وادخل في العمود التاني سلسلة واسيب عمود وادخل في العمود التاني سلسلة واسيب عمود وادخل في العمود التاني، تمام. بمشي بقى بنفس الترتيب ده في كل الايه الاضلاع بتاعتي وفي كل المسافات لغاية لما اوصل لاخر السطر وبداية شغلنا فيه، تمام. أكمل أنا وهرجع لكم.